مشاهدينا متابعين معكم بفقراتنا، وبهالفقرة بصير نستضيف الأستاذ إليل تيف، منظم رالي بيبر زحلة يلي رح يصير قريبا يعني ب 6 أكتوبر بزحلة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إليل. اهلا وسهلا فيكم وبالتدريبيات كمان مريم تي في، أهلا مريم وسهلا تي في. فيك. ثانك يو. خبرنا أكثر عن هيدا الرالي اللي حضرتك منظمه. هذا رالي بيبر هو رالي عن نطاق زحلة، منظمينه ب 6 تشرين الأول. هو أكيد تنظيم حركة شباب الشرق وبرعاية وبرعاية بلدية زحلة بلدية زحلة معلقة عنيا. تعناجر والمهندس أسعد صغير يلي دعمنا، وهذا رالي توعية أهم شيء فيه والثقافة، منه رالي سرعة، رالي أسئلة وأجوبة، ثقافة أهم شيء. في كذا جمعية معنا منظمين لرالي، وهالجمعيات هن جمعيات معروفة مثل كون هادي، SEDC، جمعية حماية، جمعية تصدب الروايحي، وتوعية لمرض السكري. كمان توعية الشباب من السرعة أستاذ إلي. نعم، هيدي أهم شيء، مشان هيك معنا جمعية تكون هادي. هيدي جمعية يعني كتير عم هذا بلبنان عم بتوعي الشباب عن السرعة، بحطوا حزام الأمان وينتبهوا على الطريق وما يشربوا، في نسبة معينة من الكحول يلي لازم يشربوها كده. فهيدي هيدي جمعية كتير بتساعد حتى ينتبهوا الشباب، ودار في توعية حتى يضل في توعية. اسمح لي استاذ الين ناخذ اتصال مع الاستاذ توني نعوم، رئيس حركة شباب الشرق ومنظم رالي كمان. اهلا وسهلا فيك استاذ توني. ايه صباح الخير، يسعد يعطيكم الف صباحك. عافية. يسعد صباحكم كمان، يعطيكم الف عافية. يعني شو بتحب تخبرنا اكثر عن رالي اللي رح يصير بزحلة المعلقة تعنايل ب 6 اكتوبر؟ كيف هالتنظيم والتحضيرات؟ اول شيء بدي لهم انه ميرسي لقناه مريم، اهلا وسهلا. لانه على طول عم تغطوا على كل الانشطه اللي هي هيت في بحد ذاتها. نحن اكيد ايدي مثل ما حكي اوكي عم نخبركم عن كل التفاصيل اللي احنا مشاركين فيها. اللي بدو لانه هيدا الرالي بياخذ معنا اكثر من شهرين ثلاثه يمكن تحضير، لانه في كثير تفاصيل صغيره الانسان ما بيعرفها. اكيد الهدف منه منه السرعه، الهدف من الوقت ما له اهميه. نحن الشغل كله بيكون مركز على عمليه التوعيه، على الاسئله اللي عم يجاوبوا عليها، وعلى الاكتيفيتيات او الالعاب اللي عم يلعبون. فاللي بده يربح ما بيربح بالسرعه، بيربح بالعلامات اللي بجمعها من خلال مشاركته الفعاله والحثيثه بالرالي. وكل الجمعيات اللي عم بتشارك تقريبا معنا بالرالي عم تكون جمعيات هي منتظمه، عم تحب هذا العمل لانه هو عمل قائم بحد ذاته، يعني عم ينبسطوا فيه وما عم يكون عندنا ولا مشكله. يعني نشكر الله صار لنا 8 سنين عم نشارك في هذا الرالي، ولا سنه كان عندنا اي مشكله، يعني اي حادث او شيء طارئ. قد ايه مدى تعاون البلديه معكم استاذ توني لانجاح هذا الرالي؟ لكن الحقيقه البلديه لها دور كثير كبير بعمليه مش بس هذا النشاط، بانجاح كل الانشطه. وهون يمكن بدي استغني الفرصه لحتى بوجه تحيه لرئيس البلديه المهندس اسعد صغير، وطبعا المجلس البلدي، لانه بالفعل هم حريصين جدا 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 انه كل الاكتيفيتي اللي عم تنعمل بالمنطقه ومن قبل الحركات والجمعيات تكون ناجحه. سو البلديه عم تعملنا كل التسهيلات، لانه بتعرفي نحن عم نستعمل الطريق، عم نستشفى البلديه عم ترافقنا، رئيس البلديه عم يكون معنا، فنحن عم نشتغل ضمن هالنطاق البلدي، واكيد طبعا عم نشتغل ضمن النطاق الجغرافي اللي قريب من منطقه زحله اللي هو بيمتد على المحطات الرالي اللي هن رح يكونوا شي 19 محطه تقريبا موزعين بين زحله والبقعه الاوسط. يعني سنه عن سنه شو هالسنه يعني حيكون مختلف عن باقي السنوات؟ ليك السنه اللي جذبت شوي دخله، بتعرفي انت ما فيكي تعملي نفس النشاط هو ذاته كل صح. سنه، بصير في تغيير الناس بالاخر بيقول لك انه نحن هذا روتين كل سنه عم نروح على نفس النشاط، لانه ما بينعمل هو اسمه رالي بيبر. نحن اللي عم ندخله السنه شوي هو العاب التركيز اذا بدك، هي شوي الانسان صعب يعملها بالحياه العاديه. يعني عندك العاب تتطلب الانسان مع انه هي عاديه جدا، بس تتطلب منه عمليه تركيز كثير كبيره لحتى يقدر ينهيها.
وهون رح تكون شوي شطاره اكثر من قصه انه الاسئله اللي عم نحلها والاجوبه اللي عم نجاوب عليها هي هذه. واحد اثنين، ركزنا شوي على موضوع دوله لبنان الكبير، لانه بتعرفي السنه الجايه رح يكون اعلان دوله لبنان الكبير اللي هو ذكر 100 سنه. فنحن كمان شوي ركزنا بمعلوماتنا على هذا التاريخ، لانه قسم من الاسئله تبعنا بده يكون عن تاريخ لبنان، قسم بده يكون عن زحله بحد ذاتها كاسئله هي عن مدينه زحله والاشياء اللي بتخصها، وفي اشياء اكيد بتكون معلومات عامه، فالتركيز شوي رح يكون السنه على منصب شوي على هذا الموضوع، بالاضافه على الموضوعين الاساسيين اللي هن التوعيه من حوادث الدائر والدروغ، اللي رح يكونوا بشكل اساسي عم ينصب الجهد عليهم. قد ايه اساسا عم يكون في تعاون بينكم يمكن بين وزاره الثقافه، خاصه انه هيدا الرالي هو شوي طابعه ثقافي وتوعوي يعني للشباب؟ ليك بالفعل ما في يعني اتصال مع الوزاره دايركت لك، ليه؟ لان نحن عم نعمله برعايه البلديه، مش لانه نحن ولا مره بعتناهم، مش قلنا لهم شيء يعني ومسافه تنسيق، بس عم يكون في تنسيق بين كل الجمعيات والانديه المحليه، وهذا شغله كثير مهمه، بالاضافه للجمعيات اللي بتتعنى بالتوعيه. يمكن لو عرضنا على وزاره الثقافه يكون في شيء نحن وياهم ما بعرف بكي سنه الجاي، ممكن يكون يعني في شغل ما في شيء بيمنع، بس اكيد نحن ولا شيء اشتغلنا هذا الموضوع معه. قد ايه استاذ طوني مثل هالنشاطات عندكم بالمنطقه يعني بتصير في تفاعل وتجاوب من الناس حتى؟ لكن المنطقه كبيره، زحله حلوه، بتصور قناه مريم وماكله كثير نشاطات بالمنطقه. اكيد اكيد زحله حلو فيها انه هي منا مدينه ومنا قريه، ما بيقولوا منا بلده، هي خليط بين العادات والتقاليد، حتى الناس بيقصدوها من كل المناطق. انا بقول لك شغله، عندي مشاركين بيجوا من بيروت، هذا شيء ملفت للنظر، عندي ناس بيجوا بيشاركوا بالرالي هن مش من زحله، اكيد نحن الجمعيات المشاركه هي من كل البقاع الاوسط، بس عندنا مشاركه من بيروت، كذا سياره بيجوا بيسجلوا كل سنه وبيشاركوا، فهيدا الزحله اللي عم تخلق وهي الحيثيه وهيدا النشاط المستمر، هذا يعود الى كمان يمكن تعدد الجمعيات وتنوع الجمعيات بزحله، هذا الشيء بيساعدها كمان انه تكون منطقه عم تعمل كثير اكتيفيتي، هي قلت لك صغيره وكبيره، يعني عم تقدر تحقق حلم اذا بدك المدينه وحلم البلد، يعني عم تجمع بين الاثنين. حلو كثير، انا بدي اتمنى لكم توفيق استاذ توني بهذا الرالي. وين رح ينطلق؟ حيكون الانطلاق رح يكون الانطلاق من ساحه الشهداء كمان، بس مش ساحه الشهداء تبع بيروت، نحن عندنا ساحه بزحله كمان بسموها ساحه الشهداء، اللي هي اذا بدك على البولفار الرئيسي، اكيد حتى ما يصير في خلط انه بين ساحه الشهداء اللي ببيروت، رح يكون هو على بولفار الرئيسي او الشارع الرئيسي بمدينه زحله، معروفه بساحه الهيلو كمان، هونيك بيكون الانطلاق. ونحن في شغله بدي اذكرها، انه نحن ما حنعد السبونسرز، رح نشكرهم بدون ما نسميهم، رح نقول لهم ميرسي، لانه نحن الرالي معنا مجاني، ما بناخذ اشتراك من الافراد ولا من الجمعيات، لانه هذا التوعيه والثقافه ما حقها مصاري، حقها مشاركه، نحن بنامن لهم كل شيء، حتى تربيتهم، حتى غداهم، حتى كل هالتفاصيل هيدي، فهيدا كله يعود للسبونسر اللي بقول لهم ميرسي على دعمهم الدايم لنشاطاتنا وللرالي. وانا بدي اقول شغله كمان، انه كل شيء بنطلعه بالرالي نحن هيدا بيعود ليعود نشاطات كريسمس اللي بنعملها، لانه نحن كثير بنعمل اكتيفيتي على كريسمس وما بنعتمد على حدا، نحن بنعمل الانشطه بنطلع مصاري منها وبنجمعهم كله لحتى نعمل الانشطه تبع كريسمس اللي هي مع الايتام مع المعوقين ومع الختياريه. الاستاذ توني نعوم رئيس حركه شباب الشرق ومنظم رالي، انا بدي اتشكرك كثير واتمنى لكم التوفيق، شكرا لك. وانا بدي اقول لكم اهلا وسهلا فيكم اذا بتحبوا تكونوا معنا بهالنهار. اكيد اكيد بنتشرف استاذ توني، شكرا كثير لك. ميرسي ميرسي. بالعودة لك استاذ لي، يعني مثل ما حكى استاذ توني قد ايه في حماس كمان عندكم لحتى يصير في نجاح لهيدا الرالي مثل كل سنه؟ احنا كل سنه زاد الحماس، وكل سنه هالحماس عم بيزيد كمان اكثر واكثر، لانه عدد المشاركين عم بيكتروا، كل سنه بنشوفوا هذا البيبر عم بينجح اكثر سنة عن سنة، عم بيزيد عدد السيارات، عم بيزيدوا عدد المشاركين. عنا أهم شيء طلاب الجامعات عم بيشاركوا بعد معنا أكتر وأكتر، وبتشوفي كذا شباب كذا قعدوا من أعضاء حركة شباب الشرق بيصيروا أكتر وأكتر متحمسين لداري بيبر، ونطينوا مناطرة من سنة لسنة حتى ينظموه أفضل تنظيم. كم سنة صاركم عم تنظموا؟ صارنا 8 سنين من نظموا لداري بيبر. هي كيف انطلقت معكم الفكرة أستاذ توني أستاذ إلي؟ هي انطلقت الفكرة أول شيء أنه كنا مجتمعين أنه ليش ما بنعمل داري بيبر بدون كذا زحله
وحتى البقاع كمان. وكان شيء جديد على المنطقة عندكم. كان شيء كتير جديد على المنطقة، من أول الناس يلي بلشنا ننظم رادي بيبر، رادي ترفيهي وثقافي اللي هو أهم شيء، وتوعية، هيدا يلي أكتر شيء شفناها، مشان هيك بلشنا بتنظيم الرادي. مين الجمعيات المشاركة؟ جمعيات المشاركة عنا SEDC، عنا جمعية حماية، عنا جمعية كفا، عنا كمان للمرأة حصة بهذا الرالي. للمرأة حصة لأنه عنا كتير طلاب جامعات، طالبات جامعات بتشارك معنا، من وكمان طالبات مدارس بيشاركوا معنا، وفي كذا أسئلة والبوست يعني لبوست كفا بيكون كذا كذا سؤال مع كذا جواب، حتى مطرقين للعنف ضد المرأة كمان أكيد في أسئلة وأجوبة وعليهم علامات، وهودي العلامات عليهم نتائج حتى يعرفوا يتثقفوا بتثقيفي أكثر شيء. وكمان معكم كن هادي، كمان رح يكون في شيء تثقيفي كمان على القيادة وضد السرعة. عنا كمان كف عنا أكيد على القيادة، عدد مشروب على الأركور، عدد السرعة الزايدة، عدد خطوط يلي لازم يخطوها على الطريق ما يتخطوا، يعني كتير توعية بشكل انه حتى كل هالشباب ينتبهوا. هالجمعيات الكتيرة شو الهدف كان من مشاركتهم بشكل كبير؟ جمعيات كتيرة هن هالجمعيات كديتوا ناطرين نادي بيبر حتى ينزلوا، يعني هالطلاب كديتها يعني عندهم اياها، بياخذوا بيشوفوا هالثقافة وهالتوعية يلي بدهم يفرجوهم اياها كل عضو من اعضاء الجمعيات. وهول الجمعيات يلي منظمين معنا كمان بيوعوا الشباب والجيل الصاعد على كل شيء، كل شيء غلط، وهيك هالتوعية هي كثير مهمة لكل الشباب يلي بس قليل مدخول مثل ما ذكر الاستاذ توني انه بيروح لحفلات ونشاطات كريسمس اللي بتصير، خبرنا اكثر صح. عن الموضوع. هيدي كل المردود بيروحوا لنشاطات مساعدة الفقراء بزحدة على عيد الميلاد، مشروع مشاريع، يعني بنشوف كذا بيت فقير بنساعده فيهم، كذا نشاط للعجزة، عندنا كثير يعني صور وكثير على مواقع التواصل بتفرجي شو النشاطات يلي عم تعملها حركة شباب الشرق. فهي كتيرة وخصوصا على الميلاد. شو الفرق استاذ علي بين الرالي بيبر والدريفتينج؟ رالي بيبر هو رالي ترفيهي، ثقافي، توعية، اما الدريفتينج رالي سرعة ورالي وقت. نحن منه رالي وقت، مش ضروري السرعة عنا، مهم انه يتثقفوا ويكون في توعية، هي أهم شيء. الدريفتنج غير شيء كليا، يعني كل شيء خاصه بالسرعه. قد ايه عدد السيارات المشاركه بهذا الرالي؟ نحن هالسنه تقريبا 60 سياره مشاركين من كذا جمعيه وكذا جامعه وكذا مدرسه. وين المناطق اللي رح تمشوا فيها؟ انه داخل زحله ولا خارجها كمان؟ نحن اكثريتهم داخل زحله بوست، وفي عندنا شوي خارجها حتى ضمن نطاق زحله. يعني قد ايه حلو استاذ علي انه الشباب يشاركوا بهيك نشاطات ترفيهيه وتثقيفيه وارشاديه كمان. هيدي كثير حلوه بالنسبه للشباب، ونحن يعني من المنظمين بنشوف انه شيء كثير مهم وكثير بتطور الاشخاص وكثير بصير في توعيه، وهيدا شيء كثير مهم للشباب حتى يتثقفوا اكثر كمان. عندكم شيء نشاطات هلا جديده غير الرالي؟ هذا عنا من بعد الرالي عنا الميلاد، هذا نشاطات الميلاد يلي بتبلش بالمساعدات ومن حفلة الميلاد، وبعدين بيصير عنا نشاطات العجزة، بنروح بنساعد العجزة، بنروح لعندهم وبنجيب لهم يعني أكل. مفكرين بالكبار وبالصغار؟ بالكبار وبالصغار مفكرين. حلو كثير. استاذ قليل طيف منظم رالي بيبر زحله، انا كثير بدي اتشكرك واتمنى لكم التوفيق بالرالي اللي رح يصير ب 6 اكتوبر. شكرا كثير. ونحن بنتشكرك ونتشكر قناة مريم على الاستضافة الحلوة. اهلا وسهلا مشاهدينا، بريك وبنرجع انطرونا.